ما زلنا معكم مشاهدينا نتابع هذه الجولة التفقدية الخاصة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وكما تابعنا في غرفة التخطيط والمتابعة والتي منوط بها كل ما يتعلق بالعمليات التقنية الخاصة بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض. محطة تحيا مصر متعددة الأغراض استطاعت وزارة النقل أن تقوم بهذا المشروع الضخم بتقديم إنجاز هام في تطوير الموانئ البحرية وبشكل خاص في ميناء الإسكندرية الذي يعد بدوره من أهم الموانئ المصرية. إنجاز هام على طريق تحويل الإسكندرية لمركز لوجستي عالمي، وهذا هو الهدف من هذا المشروع العملاق، أن تكون مصر مركزاً للتجارة واللوجستيات عالمياً. وكما نتابع الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل الجولة التفقدية متوجها إلى الأرصفة الخاصة بالمحطة، وذلك لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ والتحميل التي تتم على أرصفة المحطة. محطة تحيا مصر متعددة الأغراض التي تعمل بالنظام الآلي في شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع من خلال مركز سيطرة وتحكم رئيسي في المحطة، وبوابات حديثة تعمل ذاتياً في دخول وخروج الشاحنات. هذه البوابات التي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف لتسجيل دخول وخروج جميع الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة، ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها، ما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات، ما يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة بل وميناء الإسكندرية بالكامل. تمكنت وزارة النقل من تجهيز المبنى الإداري الخاص بالإدارة والتحكم في محطة تحيا مصر على مساحة 1200 متر مسطح، وتم تجهيز مناطق خاصة بتداول الحاويات والتي يتم بها تداول ثلاثة أنواع من الحاويات والبضائع العامة والسيارات، فضلاً عن تجهيز البوابات التي سبق وأن ذكرناها والمتعلقة بالدخول والخروج الخاصة بالمحطة. محطة تحيا مصر متعددة الأغراض التي تقوم بتنفيذها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجارية لوزارة النقل في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المحطات داخل الموانئ المصرية، وكذلك تحويلها إلى موانئ لوجستية عالمية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وبالتعاون أيضاً مع شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA، والتي قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث تم إنشاء شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة، والتي أشرفت على إعداد وتجهيز المحطة للتشغيل وتدبير معدات ذات مواصفات فنية عالية، فهي الأولى من نوعها في مصر والتي تتواكب مع التطور الهائل في التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن كونها محطة صديقة للبيئة، محطة خضراء تعمل في كل معداتها التي تستخدمها
على الحفاظ على البيئة. فضلاً عن مناطق تدريب العاملين بالمحطة الذي تم تعيينه وفقاً لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم لخطة التدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدات العالمية في الأداء، بالإضافة أيضاً إلى أماكن مختلفة موجودة في هذه المحطة لتخزين الحاويات ومنطقة للفحص الجمركي. فضلاً عن إنشاء الورشة الرئيسية لصيانة معدات هذه المحطة ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج،